وفي ذات السياق أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك أزمة اقتصادية عالمية، ولكن الدولة تسيطر عليها وعلى كافة السلع متواجدة وبكثرة في الأسواق. كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن الدولة حريصة على توفير المواد الخام للمصنعين وتوفير المناخ الملائم للمستثمرين. والنهاردة كان في يعني مؤتمر مع يعني البنك المركزي والمالية والتجارة والصناعة وكل يعني المسؤولين الدولة عن يعني مثلا الاقتصاد وعن التجارة وعن الاستثمار وعن الصناعة. وكان الأمر واضح ان احنا لابد ان احنا نبقى كدولة مسؤولين عن توفير كل المواد الخام. وانا قلت الكلام ده برضه في اليوم افطار الأسرة المصرية، قلت لابد ان احنا كدولة نبقى نوفر كل المواد الخام ومستلزمات الانتاج للصناعة حتى لا تتوقف، لان الصناعة دي فيها ملايين من البشر بيشتغلوا. احنا مش هنعمل بطاله بايدينا. ايوه. مش هنعمل بطاله. اذا الاجابه هنا في ازمه. الاجابه هنا احنا الحمد لله رب العالمين مسيطرين عليها، ورا دليل على كده ان حاجتنا موجوده وبكثره.